سبتمبر عام 1983، ذروة الحرب الباردة والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. كانت الأمور قد اتخذت منحاً أكثر سوءاً عندما أسقط السوفييت طائرة مدنية كورية، ظناً منهم أنها طائرة عسكرية، وكان من ضمن ضحاياها أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ما جعل العالم ينتظر الحرب النووية التي ستحيله رماداً. في صباح 26 من سبتمبر، جلس الملازم ستانسيسلاف فيتروف يراقب أجهزة الإنذار المبكر السوفيتية التي أنبأته بانطلاق 5 صواريخ باليستية أمريكية تحمل رؤوساً نووية وتتجه لقلب الاتحاد السوفيتي. كان فيتروف يتذكر تدريبه جيداً، عليه أن يرفع السماعة ويبلغ القيادة بالأمر، ومن ثم يطلق السوفييت كل ما يملكونه من ترسانة نووية على أمريكا. لكن بدلاً من هذا، أبلغ فيتروف عن عطل محتمل في أجهزة الإنذار المبكر، ومرت عليه أثقل 23 دقيقة في حياته، وتنفس الصعداء أخيراً عندما لم يحدث شيء في نهايتها. كشفت التحقيقات في الواقعة بعد ذلك أن أجهزة الإنذار المبكر فسرت خطأً انعكاس أشعة الشمس على السحب أنه لمحركات صواريخ باليستية، وعلى الرغم من ذلك فقد صدر قرار من القيادة بتسريح فيتروف من الخدمة عقاباً له على مخالفة البروتوكول. بعد 10 سنوات وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، تحدث فيتروف أخيراً وقال إن حدسه أخبره أن أمريكا إن كانت ستشن حرباً نووية لأطلقت كمية أكبر بكثير من 5 صواريخ، وإنه لا يرى أنه بطل، فقط كان في الوقت والمكان المناسبين لإنقاذ العالم.